بالنسبة هذه الوجبة وجبة مساعدة للأسر، أن السودان مر بظرف يعني صعب شديد والأسر محتاجة، فكانوا يوفر لنا الناس منظمة الراحة وجبة مدرسية في المدرسة عشان العملية التعليمية تستمر، لأن ظروف الأسر بقت ظروف صعبة وبقت تصرف، لكن وقت تجي وجبات زي دي بتساعد والعمليات التربوية هتكون مستمرة إن شاء الله. بنشكر منظمة راها بتقديمها علينا العون ووجبة الطالب، وما شاء الله قوة المدرسة 300 وشوية من الطلاب وغطى حوجات المدرسة بأكملها، ونسأل الله العلي العظيم أن يعينهم على هذا التقديم والعطاء، نتمنى لهم المزيد والتقدم.